وبأول مساحاتنا الصباحية لهذا اليوم حنروح لموضوع الصدمة النفسية. شدنا بالفترة الماضية ونحن بالحياة العادية، يعني كثير من الأشخاص بنتعرض لكثير من الأزمات والظروف، ولكن الشيء اللي صار نحن فينا نقول له هاد كارثة اللي كانت تحمل عنصر المفاجأة واللي كان له تأثير كثير سلبي على الأشخاص، على نفسياتنا، على الأرواح اللي فقدناهم، على البنى التحتية. فبتلاقي نرمين أشخاص كثير ضمن هي الكارثة والأزمة. في أشخاص ولكن القصة معنا اليوم معممة نسبية قدروا يتعاملوا مع هي الكارثة، وهذا الشيء بيرجع لمهارات عندهم كيف انهم قادرين يواجهوا العقلانية بهذا الظرف. ولكن شفنا أيضا بالضفة الأخرى أشخاص كانت الصدمة كثير قوية عليهم، فهنن ما قدروا اصلا انهم يتاقلموا مع الظرف، ما قدروا انهم يكونوا طبيب انفسهم. ولا حتى بهيك حاله بتشوفي الاشخاص اللي هنن مهمتهم الدعم النفسي بيقدروا كثير يساعدوا هيك اشخاص. صحيح رشو، لما نحن عم نحكي عن الزلزال والكوارث الطبيعيه هي بتصير فجاه، يعني نحن بنكون يعني قاعدين صحيح. بشكل امن ببيوتنا وثواني معدوده بتلاقي صار في ضرر كبير على عدد غير محدود من الناس، في ناس بيتضرروا نفسيا، في ناس ماديا، في ناس للاسف ماديا ومعنويا، مشان هيك بتكون قدره التحمل مختلفه. صحيح. يعني انت ذكرتي في اشخاص قدروا يتجاوزوا شوي، ولكن يمكن حجم الفقد يلي صار عند بعض الاشخاص وحجم الضرر راح يخلي هذا الموضوع صعب. وهون بنحكي نحن عن الضغط النفسي والصدمة النفسية. أكيد مثل ما قلتي اليوم الخسارة كتير كبيرة، يعني كل شيء بيتعوض، احنا بنقول انه كل شيء بيتعوض، ولكن أكيد بالأرواح اللي فقدناها هذا الشيء أكثر شيء ما فينا نحن نعوضه، ولكن بنروح للقصص الثانية بنتأقلم معه وبنقدر نطلع من هي الفترة. صحيح. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا أن نرحب بالاختصاصية النفسية الحاصلة على ماجستير في الإرشاد النفسي دليدة جبارة. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي اليوم عن كارثة مرقنا فيها ضمن شهر شباط، وكان أثار على الجميع حتى الأشخاص اللي ما كانت ضمن الحدث، أثرنا كلنا نفسيا، يعني غير الأشخاص اللي كانت ضمن كان شاهد عيان على الشيء اللي صار. اليوم إن شاء الله خلينا نقول طلعنا من هي الكارثة، ولكن تركت بعدها أثار نفسية وصدمات. خلينا نفرق اليوم بين الصدمة النفسية والضغوط النفسية بهيك قصة. بداية خليني أترحم على أرواح الضحايا الزلزال المدمر، نتمنى الشفاء العاجل للناجين من الزلزال والسلامة والأمان لكل سوريا بجميع محافظاتها. كتير عم يتداول مسامعنا، أنا مضغوط، أنا مصدوم، أنا متضايق، أنا عم عيش بحالة من الكرب. طيب شو الفرق بين الضغط والصدمة النفسية؟ الصدمة النفسية هي تعرض الإنسان والشخص لحدث غير متوقع مفاجئ، مثل ما صار معنا نايمين ببيوتنا قاعدين فجأة صار حركة غير طبيعية، طلعنا على الشوارع، شيء نحن ما لنا متأهبين له، ما لنا متوقعينه، بيأدي برافقه عجز، رعب، فزع، لأنه في تهديد للسلامة، تهديد لسلامتي أنا أو لسلامة المحيطين فيني، الأشخاص المحيطين فيني. تماما مثل شو؟ مثل الكوارث الطبيعية، الزلازل، مثل حادث سير فجأة صار، مثل الفيضانات، مثل شيء نحن ما لنا متوقعينه يصير. شو الفرق بينه وبين الضغط النفسي؟ الضغط النفسي هو عوامل خارجية ومثيرات بتضغط على الحالة النفسية لتحسس الفرد أو الشخص بالتوتر، بالضيق، بالألم. تمام؟ شو هي الضغوط النفسية؟ أغلبنا نحن شيء تراكمي، هو شيء مانه مفاجئ، شيء نحن عنا وعي فيه، مثلا مشكلة ما قدرنا نحلها، تخطيناها شوي بس هي لساتها على جواتنا، رجعنا تعرضنا لمشكلة تانية، هالشي بيسبب لنا تراكم للمشكلات، تراكم للضغوط، مثل الضغوط المادية اللي هلا أغلب الأسر عم بتعاني منها، الضغوط الاجتماعية، حالات السفر اللي عم بتصير، الضغوط الاقتصادية والنفسية. طيب خلينا نحكي أكثر اليوم عن فيني نوه لنوع تاني من الصدمات اللي كتير هلا عم نشوفها خاصة بالشام وريف الشام اللي ما صار إن شاء الله، الله يحمي الجميع، ما صار كتير فيها آثار. الصدمة الثانوية اللي عم بترافقنا لوسائل التواصل الاجتماعي وللمواقع اللي هي مانا مضمونة، مانا موثوقة، التهويل اللي عم بيصير، هاد قصة لحالة، هي قصة لحالة، هي عم بتجيب آثار بس هي غير مباشرة. طيب بعد مرور يعني أكثر من 3 أسابيع على كارثة الزلزال، خلينا نحكي عن ردود الأفعال اللي عم ترصديها لليوم. بنلاقي أشخاص هنن رجعوا لحياتهم الطبيعية ولا يعني روتين، لأنه هي سنة الحياة. في أشخاص حاولوا يلاقوا حلول، في أشخاص
بعادة عن موضوع اللي يعني مثل ما ذكرتي انه بعادة عن المناطق المنكوبة او اللي يعني الهزات اللي كانت عنيفة، ولكن هلا بتلاقيهم عم يتبعوا اخبار الزلزال، خايفين متوترين يمكن اكثر من الاشخاص اللي هنا موجودين كانوا بالمناطق المنكوبة. فكيف عم تشوفي بعد هاي الفترة يعني تفاعل الناس وردودهم النفسية على موضوع الزلزال؟ اغلب الحالات اللي عم نشوفها وعم تتردد للعيادات النفسيه او بينات بعضنا، يعني نحن عم نلاحظ على رفقاتنا على الاشخاص اللي نحن عم نتواصل معهم سواء بجبله بحلب بالمناطق المنكوبه، عم نلاحظ تكرار المخاوف انه كل ما صار هزه صغيره عم بترجع بتذكرنا بقصه الزلزال بعد ما نحن نكون مشتغلين ومهدين الوضع. اثنين، سرعة الاستثارة، سرعة الغضب، المشاكل العائلية اللي عم بتصير ضمن الأسرة، على أنت نزل أنا ما بنزل من البناية أنا بدي ضلني، هاي المشاكل العائلية المشاكل صحيح. الاجتماعية كتير عم يعني عم تتراود بالمجتمع. الشيء الثاني حالات القلع، حالات الهلع اللي عم بتصير، الهلع البسيط والهلع الشديد اللي هو بحاجة لطبيب نفسي ولعيادة نفسية. الأشياء الثانية الانعزال، الوحدة، أنا ما بدي أطلع أشوف حدا، أنا ما بدي أفرح، بدي عنده أفكار تشاؤمية، ما بيتذكر غير الشغلات البشعة، غير الشغلات السيئة. حتى إذا شاف حدا مبسوط وسعيد فأنت استغرب، مستغرب انت شو بك، ليش مبسوط، ليش فرحان، ما انك شايف العالم برا. يمكن هاي القصه تاثيرها يعني اجى صار فيها مبالغه كثير كبيره مثل ما قلتي باخر تنويه لحضرتك انه السوشيال ميديا كان لها دور كثير كبير. يعني انا بعرف اشخاص على بالواقع يعني لامبارح يعني انه هزه باللاذقيه صارت العالم بالشارع يعني تهري على برا، بس بشكل كثير مبالغ يعني فيه. يعني هو وسائل التواصل اللي مانا مصدر موثوق مثل والله هلا بتمانع عاطينا موعد انه بتمانع بده يصير زلزال مدمر، طب وين الحقيقه العلميه؟ ما اغلب العلماء والدراسات بتقول انه ما فينا نحن نتاكد او نعرف ايمت بده يصير الزلزال. صحيح. تمام، هلا خلينا للاثار، بنرجع بنقول انه بتختلف استجابتنا انا وانت واي حدا ثاني، بتختلف الاستجابه للحدث الصادم من شخص لشخص بناء على خبرته السابقة. بجوز هو متعرض لصدمة سابقة فأكيد رح يستجيب ويهرع بشكل أكثر مني ومنك أو من أي شخص تاني. اثنين، بناء على عمر، على المستوى الثقافي اللي عنده، على الدين اللي هو بيتبع له، يمكن على الجنس، الذكر الأنثى. تمام، فهلا لنفترض أنا وحضرتك لا سمح الله تعرضنا لحادث مروري فجأة بالشارع، اثنيناتنا بنفس السيارة، أنا تصرفت بإني أنا خفت وتوترت وقعدت ببيتي وتعطل روتيني اليومي وما عاد انزل على شغلي ولا عاد شوف أي إنسان وصرت خاف وتوتر وقلبي يخفق، وكل ما سمعت خبطة باب أو كل ما سمعت شغلة أنا بترجع لي هاي الأعراض. تمام، أما أنتي تماما خفتي توترتي ضايقتي زعلتي جاكي حزن بس يوم يومين يلا طلعتي من البيت، طب ليش ردت فعلي غير ردت فعلك بناء على عدة هاي المواقف اللي صارت. ونحن بالعلاج النفسي القائم على المدرسة المعرفية السلوكية بنقول بناء على الأفكار، أنا كيف عم فكر، أنا كيف عم شوف الحدث، كيف عم تجيني أفكار عن هذا الحدث أنا بتصرف وبتصير سلوكياتي. تمام، طب خلينا نفوت فورا بالدعم النفسي. اليوم حضرتكم يعني جميع الاخصائيين النفسيين شفناهم متواجدين بالمناطق المنكوبه وراحوا، يعني ما حدا قصر، يعني تشكر جميع الجهات للدعم النفسي للاشخاص اللي شهدوا كانوا شهود عيان على الزلزال. ولكن اليوم مثل ما قلتي في اشخاص يعني نفسيتهم او شخصيتهم كثير كانت صعبه بالتعامل، اليوم كيف انتم عم تقدموا هذا الدعم النفسي؟ مين الشخص اللي هو بحاجه ومين الشخص انه ممكن ما يزبط معه ولا نوع من اي الدعم النفسي؟ شو هو الدعم النفسي؟ الدعم النفسي او الاسعاف النفسي الاولي هو استجابه انسانيه داعمه لاشخاص هن بحاجه للدعم. المنكوبين اللي بصير عندهم كوارث على اختلاف فئاتهم العمرية، يقدم للأطفال وللبالغين وللبالغين وللأطفال وللراشدين وللمسنين اللي هن بحاجة للدعم النفسي اللي تهددت حياتهم. شو بنعمل بهي الحالة؟ منحاول نعمل تهدئة وتخفيف للتوتر، تخفيف للصدمة اللي هي عندهم، تخفيف لحالة القلق، لإعادتهم للتكيف، لإعادتهم للحوادث، لحياتهم الطبيعية ولروتينهم اليومي. كيف؟
أول شيء ما فينا نقدم الدعم النفسي وهلأ صايرة الكارثة مانو لابس أواعي أو ما أو جوعان أو بردان. شفتوا الطقس اللي صار في الزلزال، كان تلج كان هواء كان عواصف. صحيح. فنحن أول شغلة شو بنعمل؟ أول شغلة من نحيطه ببيئة آمنة للشخص الناجي من الزلزال أو من الصدمة، من نأمن له احتياجاته الأساسية من أكل من شراب من ألبسة أو من طبابة، قد يكون محتاج طبيب أو أدوية أو إسعاف طبي. اثنين، شو فينا نعمل كمان؟ من نبعده عن كل مصادر الخطر، سواء بصورة سواء بفويس تسجيل سمعي عم يحكي عن الصدمة اللي هو تعرض لها، عن فقدان شخص عزيز له أو عن زلزال أو أو أو. تمام. ثالث شغلة هون بنبلش نحن نوصله بالأشخاص اللي هو ضمن دائرته، يعني قريب صديق رفيق حدا من أفراد عائلته حدا من أفراد أسرته. الشيء الرابع اللي هو لازم نحن ندعمه ذاتيا، يعني كيف نسمح له ونعطيه الفرصة لهو يقرر لهو يتخذ قرار لهو يصنع يكون قد المسؤولية. تمام. بعدين نبعث في روح الأمل بحيث أنه هي المعاناة هي شيء طبيعي للشيء اللي صار معك، بس هي ما أنا دائمة، هي إلى زوال، هي للشخص الناجي حاليا من الزلزال أما الطرف الثاني أو من الصدمة. أما الطرف الثاني اللي أنت حضرتك ذكرتي اللي هو شخص عادي ما تعرض لصدمة غير مباشرة أو لضغط نفسي، كيف أنا فيني أوصله للصحة النفسية الجيدة؟ بداية أول شيء بدنا نحكي عن الاسترخاء، ضبط التنفس، تنظيم التنفس. أنا أعمل زيارات اجتماعية، لاقي شخص موثوق أقدر أتواصل معه، أقدر أحكي له الشيء اللي جواتي. هذا نحن بنقول له التنفيس الانفعالي، بس يطلع الشيء اللي جواتك بخف الضغط اللي عندك. إضافة للرياضة، إضافة للمشروبات اللي بتهدي الأعصاب، من زهورات من. طيب. وعدم الاستماع للأشخاص التشاؤميين وللأشخاص اللي، لأنه أنت بصير عندك عدوى انفعالية. يعني أنت هلأ إذا قاعدة معك أنا وقلتي لي راسي عم يوجعني وبتضلك تحكي الشيء السلبي، أنا شو بصير فيني؟ وأنا كمان مسابقة بالسلبية من أكثر، صح، يعني بالمعاناة من أكثر. أنت لا أنا أكثر، لو تعرفي أنا شو صار فيها تماما. طيب بس خلينا يعني نستغل آخر دقيقتين معك ونحكي كيف نحن ممكن يعني نجهز حالنا نفسيا لموضوع الكوارث والزلازل لا سمح الله. هل نحن بحالة إنكار نقول لا خلص هذا الموضوع مو بإيدنا وما فينا نعمل شيء ونتابع حياتنا، بحكي نفسيا أنا هون، ولا كيف لازم نتصرف؟ دائما لازم ما في لوازم بالحياة، نحن بنكون على استعداد، خاصة نحن بلد طلعت من حرب 10 سنوات، فنحن عندنا خلفية للشيء اللي عم يصير، للكوارث للنزوح للتهجير لهالقصص كلياتها. لازم نكون على استعداد لهذا الشيء، خاصة مع الأطفال نحكي معهم شيء واقعي، انه نحن يمكن فجأة هلا نطلع، يعني يمكن فجأة هلا يصير تهيئة. تماما نهيئهم لهذا الشيء، نحتضنهم، الاحتضان، نفهمهم شو هو زلزال طمعًا. يعني علميا وطبيعيا يعني طمعًا. نتمنى اكيد يعني بختام حديثنا السلامه والصحه لكل الناس، وان شاء الله هيك مثل ما دائما بنقول تنذكر وما تنعاد، ودائما يحمي كل الناس. الله يحمي كل الناس، وشكرا كثير لك، شكرا لحضورك، خير وسلامه وصحه. تسلمي. شكرا.